كنشاركوا البنات اللي في دار الطالبان، النازلات ديال دار الطالبان، جينا فرحناهم بالحنه، درنا لهم الحنه، لبسناهم، درنا لهم التيجان، كانوا فرحانين بزاف. وهاد الانشطه هادي راه الحمد لله كنديروها كل عام، وكل عام كنختاروا مركز ولا على حسب فين جاتنا النوبه. وهاد العام تبارك الله انتم شفتوا راه واحد 250 الناس اللي فطرات، الحمد لله كان كل شيء في المستوى، وكانوا الناس معنا، وجمعيات اللي هما عاونونا، جمعيات نهضه زناته للتنمية والتضامن، جمعية الوطنية لحماية الطفولة، جمعية التفاؤل ديال مراكش للحمراء، والناس المحسنين كلهم اللي عاونونا، ومجلس المدينة وكذلك حتى هما عاونونا، الله يكثر خير الجميع، عاونونا، دخلنا البهجة والسرور على هاد البنات. والفرحة اللي شفت في وجههم، والفرحة اللي هما كانوا كيشطحوا، وكانوا كلهم لاعبين، وكلهم حاسين براسهم معاهم عائلتهم، وراهم فعلا حنا راهم وليداتنا كلهم، وكنتمناو فيهم الخير، كنتمناو فيهم يكونوا صالحين ان شاء الله للمجتمع، ويكونوا ان شاء الله قاريين، وهما المستقبل، وهما الاستمرارية ديال الحياة. وكنتمنى ان شاء الله الشفاء لصاحب الجلالة، تنتمنى ربي سبحانه وتعالى يشافيه ويعطيه صحيحته في هذه العواشر، الله يطول لنا عمره، والله يحفظه هو الأسرة العلوية كلها. اليوم كنحضروا لواحد الحفل، حفل فطور لفائدة نزلاء دار الطالبة بعمالة سيدي عثمان مولاي رشيد، جينا نشاركهم هذه الفرحة، فرحة رمضان، بتنسيق مع جمعية التفاؤل لنساء الدار البيضاء، وكذلك الجمعية الخيرية اللي كتشرف على هذه الدار. احنا دائما كنحاولوا باش نحضروا وننولجوا لهذه المراكز الاجتماعية، خاصة في هذه المناسبات الدينية، وخصوصا شهر رمضان. الحمد لله جينا اليوم، راه البنيات فرحانين المتواجدين في هذه الدار. وفي نفس السياق تم تنظيم حفل حناء لفائدة الفتيات، وكذلك حفل موسيقي بمشاركة مجموعة من الفنانين. كنتمنوا دائما نزوروا المراكز الاجتماعية، وإن شاء الله هذا الأسبوع كذلك غننظموا حفل بالمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بالمحمدية. باسم جمعية الأعمال الخيرية مولاي رشيد سيد عثمان، أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة رئيسة جمعية الأمل للنساء على هذا الحفل البهيج اللي وفرته لنا، وبفضلها هاد البنيات كلهم اللي المستفيدات ديالنا عرفوا واحد السعادة، وبالخصوص بهذا الشهر رمضان المبارك، وحفل حناء اللي جابت لي جميع الامكانيات النجاح ديالو. تنعاودوا نشكروها من جديد، وتنتمناو لها سنه سعيده ورمضان كريم. كذلك تنشكروا الستاف ديالها والاخوان المساعدات ديالها اللي قدموا لنا هذه الخدمات ديالها. ومن جديد باسم المكتب ديال الجمعيه ديالنا، جمعيه الاعمال الخيريه سيد مولاي رشيد سيد عثمان، اجدد تشكراتي، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.